أيضا مما سئلت عنه، سئلت عن بعض الشباب يقول يعني تغير الناس وتغيرت الفتوى وأصبح هناك تنازلات في هذا الباب، يعني ليس الأمر كما هو فيما مضى. وأقول في مثل هذا المقام أحذر من لديه علم من الظلم الذي هو به يظلم الأمة، وأحذرك من أن ترخي بسمعك لمن يظلم هذه الأمة من طلاب العلم. كيف يظلمهم؟ كلام جميل رائع لشيخ الإسلام رحمه الله، روعة كلام شيخ الإسلام وغيره من أئمة السلف، لأنه يتكلم بالقرآن وبالسنة على فهم السلف. هذا الكلام كم له؟ أكثر من 700 سنة، لم يتغير، الآن يناسب واقعنا سبحان الله. لما؟ لأنهم لا يتكلمون إلا بالدليل الشرعي، يعني ما نحتاج إلى قصاص وإلى قصاص. فشاهد من هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يقول في مجموع الفتاوى؟ قال: مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد مثل الشروع في الحج، كما أنه لا يجوز لك أن تخرج من الحج إذا دخلت فيه. قال: كذلك من شرع في الجهاد وفي العلم الشرعي فلا يجوز لك أن تخرج منه. يعني والقول قوله أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته، وذكر النصوص الشرعية على ذلك. ثم قال: قال: وأهل العلم عليهم للأمة حفظ علم الدين. نعم، هناك من يكون في بعض العصور من هو ظالم، حتى من العلماء حتى من طلاب العلم، ظالم للأمة بما يفعل بما يصنع بما يقول. قال رحمه الله: قال: عليهم للأمة حفظ علم الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوا علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. وأنا أقول في مثل هذا الوقت الآن الذي كثرت فيه البدع ويراد بالمسلمين الشر، من باب أولى. إذا لم يكن لك خير ونفع للأمة أنت يا طالب العلم، على أقل الأحوال أسكت، أرح الأمة مما تقول، ولست ملزما بأن تقول في كل ما يحدث للأمة من أحداث، كل حدث تخرج فيه ويتحدث لست ملزما بهذا. فالشاهد من هذا أنه قال رحمه الله: قال: ولهذا قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: تلعنهم حتى البهائم. فكما أن معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، كذلك إذا كان عالما ناصحا، إذا كان عالما أو طالب علم ظالما يلعنه اللاعنون حتى البهائم، لأن الجزاء من جنس العمل. قال رحمه الله: قال: وكذلك كذب أهل العلم في العلم من أعظم الظلم. وكذلك من أعظم الظلم أن يظهروا للناس المعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم وتقتضي متابعة الناس لهم فيها. قال: هي من أعظم الظلم، ويستحقون الذم والعقوبة عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم. لما؟ لأن إظهار غير العلماء من البدع ومن الفسوق وإن كانت ضرراً ليست كإظهار طالب العلم للبدع وللفسق. قال رحمه الله: قال: لما في ذلك من أعظم الضرر على المسلمين. قال: فترك أهل العلم لتبليغ الدين كترك المجاهد في سبيل الله الجهاد. قال: وكلاهما ذنب عظيم. ثم قال رحمه الله: قال: فإن ترك هذا، لأنه يتعلق بدينك، قال: فإن ترك هذا أعظم من ترك أداء المال الواجب إلى مستحقه مما يظهرونه من البدع والمعاصي التي تمنع قبول قولهم وتدعو النفوس إلى موافقتهم وتمنع غيرهم من إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فهو أشد ضررا. بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، حتى لو كان طالب علم، يا أخي لديك من هوى النفس أو من الاجتهادات التي تراها، ليس من الضروري أن كل ما تراه أو تقع فيه مما تضعف به نفسك يا أخي لا تخرجه للناس. إن عصيت الله اعص الله في الخلاء لعل الله عدل يتوب عليك، كل أمتي معافى إلى المجاهرين. أما أن تخرج للشباب وللشابات بعض الأمور المنكرة فتدعو الناس إلى فعل المنكر حتى يزول الحق ويظهر الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام: ولهذا جبل الله قلوب الأمة أنها تستعظم جبن الجندي وفشله وتركه للجهاد ومعاونته للعدو أكثر مما تستعظمه من غيره. وتستعظم الأمة إظهار العالم الفسوق والبدع أكثر مما تستعظمه من غيره.
كلامه رحمه الله كلام واضح.